طبعا بيكون في المحاضرة 26 من دورة الربط المعماري 2017، معكم مهندس سامي برهاني، وهذه الدورة مقدمة لكم برعاية مكتب سامي برهاني لتقنية هندسة العمارة، سامي برهاني for Architecture Engineering Technology Office. في هذا الدرس سنقوم أولا كما في المحاضرات السابقة بعمل right click على lecture 23 ومن ثم copy، بعد ذلك right click paste ومن ثم عمل rename وتسميته lecture 24. بعد ذلك نقوم بعمل open right click ومن ثم open على الملف الذي اسمه lecture 24. بعد فتح الملف سنتعرف في هذا الدرس على إحدى الطرق السريعة لعمل التجليد على الواجهة. سأقوم بالذهاب إلى إحدى الواجهات أو إلى 3D مباشرة، ومن ثم تشغيل نظام الهيدي لاين. بعد ذلك نقوم بتحديد التجليد بكنترول هكذا كل التجليد، ومن ثم الضغط ليفت كليك على هذا الخيار أو كتابة الاختصار DE. أو ديليت من الكيبورد. بعد ذلك نقوم بفتح الضغط على خيار فرونت فيو، ومن ثم نقوم من أركتكتشر ومن ثم كومبوننت نقوم بعمل موديل ان بليس، يمكن اختيار جينيريك موديل أو وولز من ثم أوكي، ومن ثم وول 8 من ثم أوكي. بعد ذلك النقطة المهمة هي اختيار Work Plane أو الوجه الذي نريد الرسم عليه، ذلك من Set ومن ثم Pick Plane OK، ومن ثم اختيار هذا الوجه أو هذا الوجه أي وجه. بعد ذلك يمكن عمل Show لرؤية الوجه الذي سنقوم بالرسم عليه. بعد ذلك نذهب إلى سويب ومن ثم سكتش باس لرسم مسار التجديد. بعد ذلك نذهب إلى فرونت فيو ومن ثم نقوم بتفعيل لاين، ومن ثم من هنا إلى هنا، بعد ذلك رايت كليك كانسل، ومن ثم من هنا إلى هنا رايت كليك كانسل، ومن ثم تفعيل الارك. هذه نقطة، هذه نقطة، ومن ثم نقوم بكتابة 150 سنتيمتر. بعد رسم المسار نقوم بعمل رايت شيك هنا فينيش إيديت مود، ومن ثم عمل إيديت بروفايل. إذا أردنا رسم البروفايل لن نستطيع، نقوم بالذهاب إلى التوب فيو من هنا، الآن يمكننا الرسم. نقوم بلاين بالضغط على هذه النقطة، الذهاب ورسم 10 سنتيمتر، مرة أخرى إلى الداخل أو إلى الخارج 10 سنتيمتر، ومن ثم هكذا 3 سنتيمتر، هنا إلى 3 سنتيمتر، 2.5، ومن ثم 2.5، و 2.5، وأيضا 2.5، ومن ثم 2، ومن ثم الانتهاء في نفس النقطة التي بدأنا منها. بعد ذلك نقوم بعمل Finish Edit Mode مرة أخرى، Finish Edit Mode، ومن ثم Finish Model. الآن لاحظ معي أنه تم رسم التجليد بطريقة جميلة وسريعة. يمكن تكرار هذه العملية في الواجهة الأخرى الباك فاسات أو الزاوية الأخرى اللي هي ليفت، نقوم بعمل ديليت
هذا التجديد، وأيضا هذا وهذا. ديليت ديليت نقوم بعمل architecture component model place، نختار generic model أو walls من ثم okay okay من ثم set big plane. نقوم بتحريك أو الاختيار هكذا، بعد ذلك نقوم بعمل sweep ومن ثم sketchy pass. يمكن عمل شغل تأكل، هذا هو الوجه المراد الرسم عليه مع هذه الأوجه. نقوم بعمل إغلاق للشو، نقوم برسم المسار هكذا. بعد ذلك نقوم بتفعيل الأرك ومن ثم كتابة 105 هكذا، أو نقوم بتعديل هذه إلى 100 أو كنترول زد نعيد الرسم مرة أخرى هكذا 180 من ثم رايت للكنسل من ثم عمل فينيش هيدد مود. بعد ذلك نقوم بعمل Edit Profile من ثم الذهاب إلى الطب، نقوم برسم شكل التجديد هكذا 14 و14 أيضا 4 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
ننهي في نفس النقطة الأولى، بعد ذلك نقوم بتفعيل في الإطارك، نقوم باختيار هذا وهذا هكذا، وأيضا هذا وهذا وهكذا، يمكن التعديل إلى 3، وهنا أيضا نكتفي بذلك، ونسمى Finish Edit Mode، Finish Edit Mode، نسمى Finish Model. لاحظ معي أنه تم رسم التجديد بطريقة سريعة. في الجزء الثاني من المحاضرة سنتحدث عن السن سيتينج و السولار ستادي. أولا، ما هو السولار ستادي؟ السولار ستادي هو دراسة الطاقة الشمسية، وأيضا هو كيفية ظهور الظلال على المبنى خلال اليوم، أي عرض فيديو يظهر تحرك الظلال خلال اليوم على المبنى، كيف هو شكلها، أو يمكن اختيار أيضا دراسة الظلال التي تلقي بظلال على المبنى من خلال عدة أيام وليس في يوم واحد. سنقوم ب من هنا من هذا الخيار فتح السان سيتي. سنلاحظ أنه هنالك سولار ستادي وهنالك 4 خيارات. الخيار الأول والخيار الأخير لايتنج يستخدم عند عمل ريندر للقطة ثابتة أو واحدة، أما إذا أردنا عمل فيديو لنوضح من خلاله طريقة ظهور الظلال على المبنى، يمكن اختيار دراسة لمدة يوم واحد أو لعدة أيام. الآن نتعرف على أول خيار، خيار الستيل.
خيار الستيل هو أسلوب دراسة الطاقة الشمسية في المبنى عند لقطة ثابتة للفيو، وهذا الأسلوب له عدة أنواع. أول نوع هنا إن سيزن ستيل، سيتم عمل الدراسة للظلال بتاريخ جهاز اللابتوب لديك. هذا هو تاريخ اللابتوب لدي، وهذه هي الساعة. مثلا إذا كان الوقت في الجهاز الخاص بك 4:30، سيتم كتابة 4 فقط، وسيتم تجاهل بعض الدقائق المتبقية. أما إذا كان 5:15 أو 5 دقيقة، سيتم تجاهل 15 دقيقة وكتابة هنا 5، مع كتابة نصف تاريخ اللابتوب لديك. من ثم لاختيار اللوكيشن للسايت، نقوم بالذهاب إلى هنا من اللوكيشن والضغط F تكليك على هذا الخيار. بعد ذلك يمكننا اختيار من سيدي هنا المدينة التي نريدها مع الدولة الخاصة بها، خرطوم السودان. هذه هي الدولة التي أقوم بالتسجيل منها حاليا. أما إذا أردنا الاختيار عن طريق الإنترنت، نقوم بعمل هذا السهم، نفتح على هذا السهم واختيار إنترنت مابينج سيرفيس. إذا كان لديك إنترنت موصل، سيتم وإظهار خريطة لك، ويمكنك اختيار المدينة أو الدولة التي تريدها. أما إذا قمنا اختيار من هنا، عمل رايت شيك على هذا الخيار Use Daylight Saving Time، سيتم استخدام التوقيت الصيفي وتجاهل التاريخ الذي لديك في جهازك. ولاحظوا معي، سنقوم بالرجوع هنا إلى Default Settings. لاحظ معي عند التغيير بين المدن، سيتم تغير خط العرض وخط الطول latitude and longitude. لاحظ معي هنا من خرطوم خط العرض 15، لاحظ معي عند اختيار مثلا كيغالي رواندا، خط العرض تغير إلى -2، أرجع إلى الخرطوم خرطوم السودان. ومن ثم أوكي. يمكن أيضا التحكم في الويزر السايت إلى آخره، من ثم عمل أوكي. بعد تعديل على لقطة الستيل، يمكن حفظ هذه الإعدادات من هنا من سيف سيتنج باسم جديد. الآن سنقوم بعمل أبلاي، أو قبل ذلك يمكن تغيير الوقت إلى 1 ظهرا، من ثم أبلاي أوكي، ديسيبل أبديتر، من ثم أوكي. بعد ذلك نقوم باختيار أو فتح فرونت فيو، من ثم تشغيل نمط الرياليستيك. الانتظار قليلا. بعد ذلك لاحظوا معي عند تشغيل خيار هنا، هذا الخيار شادو اون، تم عمل شادو اون شادو اوف. لاحظ معي الضغط على هذا الخيار فقط، سيتم تشغيل وتعطيل الظلال على المبنى. حسنا، سأقوم بتغيير الوقت لتلاحظ الفرق. سأقوم بالذهاب هنا إلى سان سيتي، أقوم بتغيير الوقت إلى 7 صباحا، ثم أبلاي أوكي. لاحظ معي الفرق. سأقوم بتغيير هذه الواجهة،
فأقوم بتشغيل نمت الهيد لاين لتلاحظ الظلال بشكل أفضل. سأقوم بعمل شادو أون شادو أوف. سأقوم باختيار واجهة أخرى لاحظ الظلال عليها، لاحظ الظلال. سأقوم بقفل شادو أون، سأقوم باختيار شادو أوف شادو أون، لاحظ معي الفرق. سأقوم بتغيير التوقيت، لاحظ معي ماذا سوف يحدث هنا. سأقوم بالتغيير إلى الواحد الظهرا. Apply أوكي، لاحظ معي تم تغيير شكل الزرار وهكذا. سأقوم بالرجوع إلى 3D View أو فتح إحدى اللقطات الجاهزة. سأقوم بعمل Shadow Off. لاحظ معي الفرق. سأقوم بتشغيل الظلال. الآن سأقوم بالذهاب إلى هنا Show Rendering Dialog، والآن ضبط لإعدادات الريندر لنحصل على صورة قريبة للواقع. من السنسيتي سنحصل على السنسيتي ستيل، سنقوم بضبطها ستيل، اختار أول خيار ومن ثم تغيير الوقت إلى الواحد الظهرا، ومن ثم اختيار خرطوم سودان أو المنطقة التي تريد اختيارها أو الذي أنت فيها، ومن ثم بعد اختيار التوقيت نقوم بعمل Apply، ومن ثم أوكي. بعد ذلك نقوم بضبط إعدادات الريندر. سأقوم بجعل إعدادات الريندر منخفضة الجودة، سأقوم باختيار Medium، بعد ذلك Screen، ومن ثم هنا استخدام مصدر الإضاءة الشمس فقط، ومن ثم الباكجراوند يجب وضع القليل من السبب في كلاودز، أو تكون مع الجو به سحاب أو به سحاب جدا سحابات كثيفة، أو يمكن اختيار color في الخلفية أو image نقوم بتحميلها. سأقوم باختيار very few clouds، أريد بعض السحب البسيطة القليلة، ومن ثم أعمل ريندر. سأعود بعد الانتهاء من الريندر لأريكم النتيجة. الآن بعد انتهاء الريندر لنرى النتيجة. هذه هي النتيجة، إعدادات منخفضة جدا سريعة، لم يتعدى وقت الريندر أكثر من دقيقة. ولحفظ هذه الصورة نقوم بعمل Save to Project، أي الحفظ داخل ملف الريفيت أو التصدير للحفظ في جهاز الكمبيوتر لديك. سأقوم بعمل Save to Project، من ثم كتابة In Season Steel النوع الأول، من ثم أوكي. الآن سأقوم بالذهاب إلى Sun City مرة أخرى واختيار النوع الثاني البريسيتس الجاهزة، الإعدادات الجاهزة. لاحظ معي عند اختيار Summer Solstice، لاحظ معي التغير هنا، وهو انقلاب الشمس الصيفي. لاحظ معي متى يتم ذلك، اليوم التاسع من شهر مارس من كل سنة. هذا هو الانقلاب الصيفي للشمس، ويحدث عند الساعة الثانية ظهرا. سأقوم بالذهاب إلى Winter Solstice، وهو الانقلاب الشتوي يحدث عند اليوم الثاني عشر، اليوم الواحد وعشرون من شهر ديسمبر من كل سنة، ويحدث عند الساعة
12 منتصف الليل، وهنا أيضا سبرينج إكوينوكس وهو فصل الربيع المعتدل أو الاعتدال الربيعي، أما الفول إكوينوكس وهو الاعتدال الخريفي. لاحظ معي في كل هذه الإعدادات نلاحظ تغير الوقت والتاريخ، وهذا سوف يؤثر على الظلال في المبنى وشكلها وحدة هذه الظلال. يمكنكم تجريب كل هذه الأنواع من ثم عمل ريندر لملاحظة الفرق. سأكتفي بذلك. أما الخيار الثاني لعمل لقطة ثابتة هو اللايتين، وبه خيارين. أما إضاءة المبنى من التوب رايت أو إضاءة المبنى من التوب ليفت، يمكن تجربهما. التحكم في ارتفاع الشمس وإلى آخره يمكن التجريب بعمل أبلاي اختيار إحدى الخيارات Sunlight from Top Light من ثم Apply، بعد ذلك أوكي من ثم عمل ريندر. هذه النتيجة سأقوم بحفظها. سيفت بروجكت من ثم كتابة توب رايت من ثم أوكي، بعد ذلك نقوم بالتغيير إلى sunlight from top left ثم أوكي من ثم render. لاحظ معي الفرق بعد عادي. سأقوم بحفظها. لاحظ معي الفرق في الشاشة. Save to project من ثم كتابة top left من ثم OK من ثم close. ولمعرفة أين تم حفظ هذه الصور نقوم من هنا من project browser النزول إلى تحت من ثم هنا rendering. أقوم بفتحها، سنجد كل الصور التي تم رندرها وحفظها. هذه أول لقطة. لاحظ معي الفرق في الظلال وإضاءة المشهد. التوب ليفت، هذه هي إضاءة التوب ليفت. التوب رايت، لاحظ معي هنا عند اختيار التوب رايت، لاحظ معي هنا الإضاءة تكون أكثر على الجهة اليمنى. أما في التوب ليفت تكون إضاءة الشمس مركزة أكثر على الجهة اليسرى. الآن لنذهب إلى سان باس يسمى سان سيتي، بعد ذلك اختيار بعد معرفة الطريقتين لعمل لقطة ثابتة اللي هي ستيل ولايتنج، نقوم الآن بالذهاب إلى الطريقة الثانية والثالثة لعمل سولار ستادي، وهي ستكون في على شاكلة فيديو. الآن لنتعرف على الخيار الثاني سينجل داي، وهو عمل فيديو نوضح فيه دراسة حركة الظل في المبنى لمدة يوم واحد. سنلاحظ عند اختياره هنا أن المدينة الخرطوم واليوم
الديت والتايم التاريخ والوقت هو على نفس الوقت الذي على جهازك، ولكن لا أريد ذلك. سأقوم بدراسة حركة الظلال على المبنى من شروق الشمس إلى مغيبها، ومن هنا الفاصل الزمني. كلما قللنا الفاصل الزمني سيزيد عدد الفريمات. هنا أي دراسة حركة الظلال كل ساعة. سأقوم، لاحظ معي، سأقوم باختيار 15 minutes. لاحظ معي، تم زيادة عدد الفريمات، وبالتالي سيتم زيادة عدد الثواني للفيديو. سأقوم باختيار 15 دقيقة، أي دراسة حركة الظلال كل 15 دقيقة. بعد ذلك يمكن عمل سيف سيتنج لاستخدام هذه الإعدادات مرة أخرى في مشاريع أخرى، مثلا كتابة سامي. مثل ما أوكي، لاحظ معي هنا. أما إذا أردت حذف إحدى الإعدادات الجاهزة البريسيتس، نقوم بعمل ديليت من هنا، أو يمكن عمل دوبليكيت لها أو إعادة تسميتها من هنا من هذا الخيار رينيم، أو عمل دوبليكيت لها من هنا من هذا الخيار. بعد ذلك نقوم بعمل apply بعد تحديد الوقت. لاحظ معي عند تفعيل خيار sunrise to sunset هنا وقت الشروق الساعة 5 فجرا و18 دقيقة، ووقت المغيب الساعة 6 و16 دقيقة. بعد ذلك نقوم بعمل apply ومن ثم اوكي. لاحظ معي، تم إظهار وقت الشروق مباشرة، وهو الوقت الذي سيتم بدء الفيديو منه. ولتشغيل الفيديو سنقوم بالذهاب هنا إلى هذا خيار سان باس، من ثم عمل بريفيو سولار ستادي. لاحظ معي في الشاشة هنا، لاحظ معي الظلال. سيتم إضاءة المشهد كلما زادت عدد الفريمات هنا. لاحظ معي هنا، هذا هو الفريم الأول. سنقوم بالانتظار قليلا. لرؤية النتيجة بطريقة سريعة، سأقوم بعمل ستوب. عفوا، لاحظ معي، قمنا بعمل بلاي. لاحظ معي أنا الوقت والفريمات هنا. لاحظ معي الفريمات، لاحظ معي إضاءة المشاهد حتى أصل إلى 52 فريم. سنقوم بالانتظار قليلا حتى الانتهاء من عمل تأثير الظلال على المبنى لفترة يوم واحد أو لمدة يوم واحد. إضاءة المشهد، هل ما يزيد عدد الفريمات؟ لاحظ الظلال في المشهد. الآن تم الانتهاء من دراسة الظلال على المبنى ولحفظ هذا الفيديو. والآن لحفظ
هذا الفيديو قام بالذهاب إلى هنا يسمى export يسمى image and animation يسمى صور ستايل يسمى هنا. لاحظ معي هنا يبدأ من فريم واحد إلى الفريم 52 يسمى الفريم كله 15 فريم يعادل ثانية واحدة، أي عند قسمة 52 فريم على 15 فريم سنحصل على 3 ثواني وهي مدة الفيديو. يمكن تغيير أبعاد الكاميرا من هنا الدايميشن وأيضا نسبة التكبير، ويمكن اختيار أسلوب الرؤية من هنا أي رؤية الظلال على الظلال مع الخامات حقيقية رياليستيك، أو دراسة الظلال أو عمل فيديو على نمط الهيدن لاين أي إظهار المملكة خطوط أبيض وأسود فاضي. سنقوم باختيار رياليستيك ويز إيدجز، وهنا آخر خيار وهو include time and data stamp. سيتم عمل إظهار في الفيديو على الجانب علامة توضح وقت وتاريخ تاريخ دراسة الظلال التي موجودة هنا في Sun City. هنا هذا التايم والديت سيتم إظهاره في الفيديو. export image and animations solar study. بعد الانتهاء من ضبط الإعدادات يمكننا عمل اوكي. ولزيادة مدة الفيديو يمكن تغليب هذا الرقم مثلا إلى 10 فريمات. لاحظ معي مدة الفيديو 5 ثواني، لماذا؟ لأن عند قسمة 52 على 10 سنحصل على ما يعادل 5 ثواني تقريبا. سأقوم بعمل 15 فريم، كل ثانية تعادل 15 فريم، ثم أوكي، ثم تحديد كتابة اسم ملف الفيديو وأين مكان الحفظ، ثم عمل سيف. بعد عمل السيف يتم فتح الفيديو. لاحظ معي هذا هو الفيديو، سنقوم بفتحه. لاحظ معي الظلال، وهذه هي الدراسة لمدة يوم واحد فقط. نقوم بفتح الملف. الآن لنذهب إلى خيار الثالث وهو دراسة الظلال التي تمر على المبنى أو الذي تكون على المبنى لعدة أيام. كيف يتم اختيار هذه الأيام من هنا؟ الديت مثلا من يوم 1 شهر 6 إلى يوم 15 شهر 6 أي 14 يوما. يمكن التغيير هذا أي وجعل مدة الدراسة 3 أيام فقط. هكذا بعد ضبط التاريخ ويسمى عمل سان رايز وسان سيت يمكن حفظ الإعدادات ويسمى أبلاي إلى آخره. لو قمت بعمل كل هذه الدراسات مسبقا من هنا من سولار ستادي، لاحظ معي هنا سولار ستادي ان سيزون سينجل داي يوم واحد، هنا سولار ستادي وان داي سولار سبرينج سمر فور اكوينوكس وينتر، هنا مالتي دايز هنا دراسة الظلال لعدة أيام. لاحظ معي الفيديو، لمدة 3 أيام. الآن لنتحدث عن الريندر قليلا، لنذهب إلى خيار Show Rendering Dialog. الآن لنقوم بضبط إعدادات الريندر النهائية. أولا نقوم من هنا باختيار خيار Printer، ثم أقصى قيمة هي 1200 وهي للحصول على دقة عالية.
ولكن سوف يستغرق ذلك الكثير من الوقت حتى نحصل على الصورة النهائية. سأقوم بكتابة 600، بعد ذلك نختار طريقة الإضاءة هي Exterior Sun Only وليس خيار Sun and Artificial، لأن المشهد لا يحتوي على إضاءة صناعية. سأقوم باختيار Sun Only، ومن ثم Sun Seeding، نقوم بضبط إعدادات الشمس. نقوم باختيار Lighting، دائما أفضل أن أقوم باختيار Lighting بدلا من Steel. من ثم سنقوم باختيار خيار الإعدادات الجاهزة لـ Sunlight from Top Right، ومن ثم Apply. أوكي، لاحظ معي التغير الظلال في الكاميرا. بعد ذلك سأقوم باختيار خيار View Clouds، ومن ثم عمل Render. سأقوم بتوقف الفيديو إلى أن ننتهي من الفيديو. ولكن قبل الضغط على ريندر يمكننا اختيار من هنا الكواليتي، هل للحصول على أفضل كواليتي نقوم باختيار بيست أو هاي، أفضل غير هو بيست ولكن هاي حتى نقوم بتقليل وقت الريندر. أما خيار ريجن وهو لعمل ريندر ل منطقة معينة من الكاميرا، يمكن تكبير أو وضع في أي مكان هذا الريجن، هذا الإطار يمكن تصغيره وتكبيره. إذا ضغطنا على ريندر سيتم رندرة هذا الجزء فقط الذي داخل الإطار. سأقوم بإلغاء هذا الخيار، يسمى ريندر. سأقوم بتوظيف الفيديو. الآن لقد حصلنا على النتيجة النهائية للريندر، كما تلاحظون هذه هي النتيجة النهائية. لاحظ معي الظلال كل شيء. حتى الكراميش. لاحظ معي. الجودة لا بأس بها. بعد ذلك سنقوم بحفظ Safety Project وكتابة Final Window ثم OK. من Adjust Exposure يمكن التحكم في Exposure Value والHighlights والShadows، الظلال، الساتوريشن، تشبه بالألوان، وايت بوينت، النقطة البيضاء. يمكن لاحظ معي هنا هايلايتس، ماذا سوف يحدث في الصورة؟ سأقوم بعمل أبلاي. سأقوم أيضا بالتعديل في الوايت بوينت، جعلها وارمر دافئة أكثر، ثم أبلاي. لاحظ معي هنا، لاحظ معي النتيجة. بعد ذلك سأقوم بالرجوع هنا الـ Exposure Value، سأقوم بعملها Brighter، More Brighter، أكثر لمعانا مع بضاعتها. Apply، لاحظ معي، من ثم Darker، Apply، لاحظ معي. وفي حالة أنك قمت بالكثير من الأخطاء وأردت الرجوع إلى النتيجة الأولية، نقوم بعمل ريسيت هكذا، من ثم أوكي. الآن لحفظ الصورة على الجهاز نقوم بعمل إكسبورت، من ثم كتابة هنا Final or Final Render، من ثم سيف كانسل. سنلاحظ وجود الصورة هنا في ريندر، فاينل ريندر. يمكن حفظها أيضا من هنا من R export، ثم image and
animation and image. يمكن حفظ الصورة، سأقوم بحفظ الملف. ولن أقوم بحفظ الصورة مرة أخرى، سأقوم بعمل كروز. وإلى اللقاء في